المشروع اللي احنا بصدده الان هو مشروع تدعيم قناطر زبده. كان قناطر زبده زي ما احنا عارفين تم انشائها سنه 1902، وحصل توسيع القناطر في 1954، ومن خلال منحه من بنك التنميه الافريقي تم عمل دراسه جدوى لانشاء قناطر جديده او تدعيم القناطر، وانتهت الدراسه الى احلال الى تدعيم القناطر. وكان في احدى مراحل الدراسه، المرحله الاولانيه من الدراسه احنا خلصت اللي هي ال10 فتحات، واحنا حاليا دلوقتي في المرحله الثانيه اللي هي تدعيم 20 فتحه من القناطر. المشروع عباره عن انشاء سد ترابي لامكانيه الكشف على الفروشات ومعرفه حالتها، علشان يا اما نلجا للتدعيم القنطره او يتعمل لها احلال وتجديد لو لقينا الفروشات فيها مشاكل كبيره. المشروع الاولاني بدايته ان احنا نبدا نعمل سد ترابي، بعد كده نجفف، بعد كده نكشف على الفرش، وجايبين استشاري متخصص في الاعمال دي اللي هو معهد بواسطه الانشاءات، هو اللي هيقوم بعمل الكشف. بعد كده لو لقينا الكشف بحاله حسنه هيبدا تدعيم تخريم للفرش وتدعيمه، وبعدين نبدا بقى في علاج الاساسي للمنشا نفسه. هو المشروع عباره عن ان احنا بنعمل اعاده تاهيل ل 20 فتحه، مده العمليه حوالي 24 شهر، بتبدا من حوالي بتاريخ 1/2/2017 وبتنتهي 1/2/2019. العمليه عباره برضو عن هي زي ما الاستاذ المهندس مدير العام قال، ان هي عباره عن تخريم وحقن للفتحات والصيانه شامله كامله للبوابات والدراوندات والونش وجميع الاجهزة الميكانيكيه والكهربائيه للعمليه. دلوقتي احنا بدانا ايه تمويل المشروع من جهه الوزاره، يعني وزاره الترعيه، تمويل مصري مش تدخل. لو مراكز مخصوص لا، الاستشاري بتاعنا اللي هو معهد البحوث، المسؤول عن بعض النقاط. لا، طب هندسه طبعا وزاره الرأي. البوابات فيها مثلا تلفيات مش هتصلح؟ فيها مثلا، فيها زي شغل مراسمه، لو في حديد متاكل، الدراوندات لو في حاجه متاكله هتدعم ورا البكر في الدراوند، لما دوم له استلس هيتثبت خلف البكر بكامل الدراوند، عشان خاطر ان هو لو في اي مشاكل لحاجه تعيش. الكل بنعمله ده عشان ان الامطره نقدر نزود صيانه واعاده تاهيل عشان انها تعيش، بدل ما كانت هتعيش 50 دي هتعيش 100.